السلام عليكم. وعليكم السلام. عزانا وعزاكم واحد في الفنان الكبير الحاج عبد الجبار لوزير، الله يرحمه ويجد عليه الرحمات. سيد عبد الجبار لوزير ماشي غير صديق، انما اخ، واخ كبير. شاركنا الحلوه والحاره وخدمنا وتعبنا وما خليناش محل في المغرب اللي ما زرناه وما وصلنا ليش للمسرح. المسرح في هذيك الوقت كان مسرح مزيان، 60 70 80 90 حتى 2000 كان المسرح مزيان. اما دابا اللي هدا الله كتطلع كاع مسرحيه، لا هدا الله شي واحد راه كيجي، الا ما هدا الله شي تيقول لك اخويا اسمح لي راه ما مسالي شي. المهم سيدي عبد الجبار لوزير الله يرحمه عطى للمغرب وعطى للمسرح وضحى بحياته وضحى بوظيفته وما خلاش شي محل اللي ما زرناه. سيدي عبد الجبار لوزير ما كناش كنتفرقوا لا في فرنسا ولا في الجزائر ولا في المانيا، كنا كنعسوا وحيده ونعسوا ونفرقوا وحيده. والله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، والله يخلي وليداته ويكثر خيرهم اللي تهلاو فيه حتى وصلوه المحل اللي هو دائما غادي يبقى فيه الانسان اللي هي الرضا. والسلام عليكم. وهي كجميع الاخبار اللي كنتلقاو ديال الوفاه كنلقاو دائما اخبار اللي هي دائما كالصاعقه، لان مؤخرا توفى واحد الصديق ديالنا باب سيدي عبد الرزاق بابا ديال الدقه وما كانش جات على غفله. توفات الفنانه توريا جبران حتى هي جات على غفله، ولكن كي قلت كنقولوا لله ما اعطى ولله ما اخذ، وكتبقى الاعمار بيد الله، والفنانه بداو كيمشيو بواحد بواحد، ولكن اش غادي دير؟ هذه سنة الحياة. سيدي عبد الجبار لوزير من الفنانين الكبار المراكشيين، الفنانين المغاربة الكبار اللي عطاو الكثير للسينما المغربية والتلفزيون وعطاو المسرح، وما عمرهم غيتنساو، ما عمرنا ما غادي نساو، ودائما حاضر لأن يوميا كنشوفوه في التلفزيون وبحال كاين معنا، بحال دابا إلا توفى بحال ديك الساعة كان مريض وبحال كاين، بحال ما مريضش. فاش كتشوف الممثل في التلفزيون باقي يتحرك كتقول راه باقي بحال عايش معك، وفاش كيتوفى الممثل تيبقى دائما حاضر بالأعمال ديالو، دائما حاضر، تتكون الحضور ديالو قوي، ما عمرنا ما غادي نساوه، والله يرحمه ويجد عليه الرحمات. والفنانه هذه تيديو الرساله ديالهم في الحياه، ومن كيمشي راه تيبقى دائما حاضر بالاعمال ديالو. شكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.